توزيع سكان في مصر. خدنا في درس التضاريس بتاع سطح مصر قلنا ان في عندنا جبال في مصر ورياضات ومرتفعات وتلال ومنخفضات وسهول. لقينا ان في علاقه كبيره جدا بين السطح وبين السكان. يعني اكيد لما يكون مكان جبل اكيد السكان مش هيعرفوا يعيشوا فيه. فهنا العلاقه ان السطح بيأثر على عدد السكان. طب لو المكان اللي انا قاعد فيه مكان مستوي الارض عدله كده ومستويه يبقى اكيد السكان فيها هيعرفوا يعيشوا ويعرفوا يبقى عددهم زياده. في علاقه بين السطح وبين عدد السكان. كل ما السطح يكون مظبوط كل ما بيأثر على عدد السكان. لو جينا بصينا على تاريخ مصر هنلاقي ان معظم السكان بتوع مصر عايشين في 4% فقط من مساحة مصر. 4% بس من مساحة مصر مأهولة بالسكان، يعني عايشين فيها السكان في مصر. أما 96% الباقيين من مساحة مصر غير مأهولة بالسكان. وده بيقول لي ان كل العدد اللي عايش في مصر عايش يضف 4% بس من مساحه مصر. معظم مساحه مصر اللي احنا شايفينها دي مش عايش فيها سكان او غير مقبوله بالسكان. وده اللي احنا بنتكلم عليه في الدرس بتاعنا النهارده ده هو توزيع السكان في مصر. طبعا دي حاجه مش كويسه ان 4% من السكان عايشين في مساحه ضيقه اللي احنا شايفينها بالارض دي، والباقي كله ومعظم مساحه مصر الثانيه فاضيه او تقريبا ما فيهاش سكان. طيب عشان كده احنا قسمنا الخريطه بتاعت مصر الى عده مناطق عشان نقدر نعرف فيها توزيع السكان. اول مناطق معانا اللي هي المناطق المزدحمه بالسكان زي السهول الفاضيه. احنا قلنا قبل كده خدناها قلنا ان السهول الفاضيه دي بتبقى موجوده على جانبي الانهار. ايه المناطق المزدحمه بالسكان؟ قال لك زي وادي النيل و الدلتا. طيب يبقى دي اول حاجه عندنا مناطق مزدحمه السكان. قلنا زي وادي النيل والدلتا. حد يعرف يقول لي ايه اشمعنى وادي النيل والدلتا مزدحمين بالسكان؟ قال لك عشان المناطق ديت مناطق مستويه. يعني ايه مستويه؟ الارض بتاعتهم مستويه وموحده. تاني حاجه المناطق دي صالحه للزراعه. يعني مصر او وادي النيل والدلتا توافر المياه ادى الى ان المناطق تكون صالحه للايه؟ للزراعه. وطالما المكان اللي انا عايش فيه فيه ميه والمكان اللي انا عايش فيه فيه صالح للزراعه يبقى بالتالي هيبقى في عندي سهوله المواصلات والتنقل. لو تلاحظوا هتلاقي احنا عايشين على جانبي وادي النيل، الارض بتاعته مستويه فبالتالي هيبقى في سهوله في ان انا اركب مواصلات وان انا اتحرك وتنقل، عكس ما يكون انا عايش في منطقه فيها جبل، لا اعرف اركب مواصلات ولا اعرف انقل، لان السطح بتاع الجبل بيكون صعب التنقل فيه. يبقى ليه المناطق المزدحمه السكانيه موجوده في وادي النيل والدلتا؟ عشان الارض بتاعتهم بتبقى مستويه، توافر المياه وبيكون صالحه للزراعه وسهوله المواصلات والتنقل. تيجي المنطقه الثانيه معانا في مصر اللي هي منطقه متوسطه السكان زي سهول البحر المتوسط وسهول البحر الاحمر. اللي هي مناطق متوسطه السكان. عندك اول حاجه سهول البحر المتوسط. ليه الناس بتعيش على سهول البحر المتوسط؟ قال لك عشان في زراعه ناتجه ان بيبقى في امطار بتسقط على البحر المتوسط في فصل الشتاء. وكمان السكان بيركزوا على سواحل البحر المتوسط بسبب استقامه القرى السياحيه او العمل بالقرى السياحيه والصيد. بسبب العمل بالقرى السياحيه وفي مجموعه من السكان بيشتغلوا في الصيد. يبقى ليه البحر المتوسط من ضمن المناطق اللي بتتميز
او بيعيشوا على صيد الاسماك زي ما احنا شايفين في الصوره الراجل ده بيصطاد الاسماك. طب نيجي بقى لثاني نوع من السهول من المناطق المتوسطه السكان، سهول البحر الاحمر. قال لك سهول البحر الاحمر بتبقى صالحه ليه؟ بسبب وجود فيها المصادر الطاقه، لوجود مصادر الطاقة فيها واستخراج البترول، كمان السكان بيبقوا عايشين فيها على استخراج البترول والتعدين ومصادر الطاقة. تمام؟ أهو استخراج البترول، يبقى معظم السكان بيتركزوا سهول البحر الأحمر عشان في مصادر طاقة وبيستخرجوا منه البترول، وكمان بيبقى فيه العمل بالقرى السياحية والصيد، كمان بيعملوا في القرى السياحية. واللي راح فيكم قبل كده شرم الشيخ أو اللي راح أي منطقة اللي بتطل على البحر الأحمر هيلاقي السكان هناك بيتركزوا، عشان في ناس بتشتغل في القرى السياحية، في ناس بتشتغل في استخراج البترول، في ناس بتشتغل في الموانئ اللي موجوده في البحر الاحمر. يبقى المناطق المتوسطه السكان قلنا سهول البحر المتوسط عشان فيها زراعه بتقوم على الامطار الشتويه او العمل بالقرى السياحيه او الصيد، قلنا سهول البحر الاحمر برضه بيبقى فيها مناطق متوسطه السكان عشان فيها استخراج البترول والمعادن عشان العمل بالقرى السياحيه والموانئ. نيجي بعد كده للمناطق قليله السكان اللي هي الواحات الصحراء الغربيه وشبه جزيره سيناء. مناطق قليلة السكان. أول مناطق معانا في قليلة السكان هي الواحات. الواحات ليه قليلة في السكان؟ قال لك هي بيعيش فيها سكان قليلين لأن بيبقى فيها زراعة وفيها تربية حيوانات. هتقولي طب إزاي السكان هناك قليلين وبرغم إن فيها زراعة وفيها تربية حيوانات؟ لأن الزراعة هناك قائمة على المياه الجوفية. اللي هي المياه اللي بتبقى موجوده تحت الارض، والمياه الجوفيه زي ما احنا عارفين بتبقى مش كتيره، عشان كده السكان في الواحات بيبقوا قليلين جدا، نتيجه ان هم بيعيشوا على زراعه على تربيه الحيوانات، زي مثلا الواحات لو حضرتك راح الواحات قبل كده، زي الواحات زي ما احنا شايفين اهو، قال لي مناطق رعي الحيوانات، بيروا الحيوانات على المناطق الزراعيه زي ما احنا شايفين، وبيربي حيوانات حسب المياه الجوفيه. نيجي لشبه جزيره سيناء. شبه جزيره سيناء، ثاني نوع من المناطق اللي هي قليله السكان. قال لك بيبقى فيها سكان نتيجه وجود زراعه، خصوصا في المناطق المطله على البحر المتوسط، لان احنا لسه قايلين فوق اللي بتسقط فيها امطار شتويه، بيبقى السكان فيها قليلين، لان المناطق اللي في جزيره سيناء اللي بتطل على البحر المتوسط بتسقط فيها امطار شتويه، فبالتالي بتساعد على الزراعه، بالاضافه ان جزيره سيناء فيها مناطق سياحيه وفيها معادن، وكل دي اسباب بتؤدي الى وجود السكان في شبه جزيره سيناء. يبقى المناطق قليله السكان زي الواحات بيكون فيها زراعه وتربيه الحيوانات بتقوم على المياه الجوفيه، شبه جزيره سيناء بيبقى فيها برضه زراعه خصوصا في المناطق اللي بتطل على البحر المتوسط بيبقى فيها امطار شتويه، وكمان شبه جزيره سيناء مناطق سياحيه وفيها معادن. نيجي اخر نوع معانا من توزيع السكان في مصر اللي هو مناطق نادره السكان زي المناطق الجبليه والصحراويه. مناطق نادرة السكان. المناطق النادرة السكان زي المناطق الصحراوية، زي محافظة الوادي الجديد. لو جينا نبص على الخريطة معانا هنلاقي في الخريطة في عندك محافظة الوادي الجديد. أهي دي محافظة الوادي الجديد. دي كده منطقة نادرة السكان لأنها منطقة صحراوية،
وفي نفس الوقت المنطقة دي ما فيهاش سكان. ليه؟ قال لك عشان وكمان منطقة جنوب سيناء. طب ليه المناطق دي نادرة السكان ما فيهاش سكان خالص؟ قال لك أول حاجة لوعورة السطح. يعني إيه وعورة السطح؟ يعني السطح بتاعهم سطح غير مستوي، سطح مش ممهد، صعب إن الواحد إن هو يمشي فيه، لأن معظم الأماكن دي بيبقى فيها جبال، وصعب الناس تعيش على الجبال. تاني حاجة صعوبة التنقل، اللي هو صعوبة المواصلات، إزاي هنعمل مواصلات وهنا في جبال أو في مناطق صحراوية في المناطق دي زي وادي الجديد وزي الجنوب وزي منطقة جنوب سيناء، دي كلها المناطق بتاعتها صعبة ووعرة وفيها جبال، عشان كده فيها صعوبة في التنقل، بالإضافة إلى المناطق اللي هي شبه جزيرة جنوب شبه جزيرة سيناء والوادي الجديد قلة فيها قلة الموارد المائية، يعني عمره ما فيهاش مية. طالما المكان ما فيهوش مية يبقى أكيد السكان مش هيعيشوا فيه. يبقى المناطق اللي نادرة السكان قلنا المناطق الصحراوية زي الوادي الجديد وزي جنوب سيناء، ليه السكان ما بيعيشوش في المناطق اللي هي الوادي الجديد ولا جنوب سيناء؟ ليه؟ قال لك عشان السطح بتاعهم واعر، يبقى سطح جبلي، والجبل ما حدش بيعرف يعيش فيه، صعوبة التنقل، صعب إنك تتنقل في المنطقة الصحراوية دي كلها، صعب إنك تتنقل في جنوب سيناء كلها، وآخر حاجة خالص إن ما فيهمش موارد مية أو قلة الموارد المائية. يبقى إحنا عرفنا إن إحنا عايشين بس في 4% من مساحة مصر، وال 96% من مساحة مصر ما فيهاش سكان تقريباً. قسمنا مناطق زي ما إحنا قلنا في 4 مناطق، مناطق مزدحمة بالسكان زي وادي الجيل والدلتا، مناطق متوسط السكان زي سهول البحر المتوسط والبحر الاحمر، مناطق قليل السكان زي الواحات والصحراء الغربيه وشبه جزيره سيناء، ومناطق نادره السكان زي المناطق الجبليه والمناطق